حيث أصدر وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بيانا ختاميا عقب اجتماعهم اليوم بالعاصمة البحرينية، أكدوا خلاله على الالتزام بمكافحة الإرهاب. وأشار وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لأن اجتماعهم يأتي استكمالا لما اتفقوا عليه في القاهرة، وأبدوا استعدادهم للحوار مع قطر شريطة أن تؤكد عملها على وقف دعم الإرهاب والتطرف. استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع ودعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب وحفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي. أكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 والذين لم تنفذهما قطر. أكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب 13 التي تقدمت بها الدول الأربع والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم. أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب 13 العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.